صباحو، كيفكن؟ اخباركم؟ بعد اسبوع 10 ايام من هالجعجعة والمعمعة الوسخة هاي اللي عملتوها. حبيبي انت منين بتعرفني لحتى لي جاي عم تعبي براس العالم وتهاجمني وتحرض علي هالتحريض الوسخ هذا؟ تقول انه انا شبيح وانا مجرم حرب وانا جزار وانا 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 شو عملتني هولاكو؟ ها، مشان صور بالبدلة العسكرية؟ ما كل أمة الله متصورة بالبدلة العسكرية. صور قاعد عم تفشخر فيا وعم بتبهور فيا، جاي عم تهتني فيا، عم تعملني فيا شبيح وقلالة؟ ولا مشان صور بسلاح؟ كنت قاعد أنا بالمالديف مو ببلد حرب، ما صح؟ والله العظيم احترموا عقول العالم، بس بدكم تعبوا برأس العالم على حدا، بس احترموا عقول البشر اللي عم بتشوفكن ولا اللي عم تسمعكن. قائد ميداني؟ اي قائد ميداني هذا اللي بعمر 16 17 سنة، مصورين فيديو سكرانين محششين بايام مراهقة وعجوانة، عم نرد على عالم بالراب، عم نتحداهم بالراب مثل ما تحدونا، عم نسبهم مثل ما سبونا، جاي عم تعمل لي فيا مشارك بمجازر الخالدية؟ اي مجازر خالدية واي مجرم حرب؟ حبيبي انا كنت ضليت تحت، كنت ضليت عم بضغط تحت وعم عم باخذ خلوات من العالم تحت وعم شبح على كيفي تحت، ما كنت حملت حالي وخاطرت وطلعت بالبل وسافرت مثلي مثل كل هالعالم اللي اجت لهون لحتى ترجع تعيش حياته من اول وجديد وتبني مستقبل إلها باعتبار سوريا غير قابلة للاستهلاك البشري، وكلنا بنعرف هذا الشيء. شو ليش هاي التعباية الوسخة؟ مشان شو؟ خير ان شاء الله. انا ماني مضطر كل فترة كل ما اجا واحد حقود غيور مبعوص شو بدك تسميه سميه يجي يحفر لي وينكش لي شغلات وضل قاعد انا من وراه عم رقع وسكر رقع وسكر. لا 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 ماني مضطر، هاي هيك اخرتها. بالمناسبة وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، صدق الله العظيم، هذا كلام الله، لا كلامي ولا كلامك. إذا أنت يلي عم تنشر ولا اللي عم تحكي ولا اللي عم بتحرض ولا اللي عم بتسبني وتهددني وتعمل وتشيل وتحط في بإيدك هل الدليل بتقل صفوة هاي السيجارة؟ يقول إنه أنا فعلا بني آدم في برقة دم وفي برقة عالم، تعال واجهني فيه، تعال قل لي ليه كله. أما تجي تقعد بربر مشان هدول الصور مشان هدول الفيديوهات ما حيطلع من أمرك شيء، ولا راح يطلع من أمرك شيء لا هلا ولا بكرة ولا بعدين. أما الشغلة الأخيرة اللي حاب أنا أحكي عليها واللي أنا كتير انبسطت منها، إنه شكرا كتير على هالترويج الجديد والشعبية الجديدة اللي وسعتوا لي إياها واللي نشرتوا لي إياها، صح هي الطريقة نوعا ما مسيئة وإنما تمام، أنا كانت ناقصتني هاي الدفعة لأنه أنا كنت بحالة ركود وهلا عم برجع شوي شوي على ساحة الراب، فأجيتوا أنتوا لطيتوني هذا الخازو كان ذو حدين، كتير حلو هذا الحديث. فيكن هلا اذا بدكن تاخذوا هذا المقطع وترجعوا تروحوا فيه على الاورينت تعملوا ريبورتاج جديد ووجبة اعلامية جديدة نستفاد منها كلياتنا، بس اي طريقة تكون احلى من السابقة، يعني لانه السابقة كتير فيها تشويه وتحريض بشع. هذا الفيديو بيعدل شوي الجو، وبالمناسبة باعتبار صرنا 20,000 على اليوتيوب بهالكم يوم في تراك، يعني هاي الحركات اللي عم تعملوها هاي الشغلات اللي عم تعملوها ما راح تخليني اوقف اغاني ولا راح تخليني اوقف حياتي ولا راح تخليني اوقف شيء نهائيا، راح ضل عايش وانتم كمان راح تضلوا عايشين، راح تموت القصه لانه ما في شيء من هذا الشيء، كله فالص وكله حكي وكله زعبرات وحشو راس بس ما اكثر. سلام.